هذه هي بداية موسيقى الصورة عندي. أول قطعة ألفت فيها فكرة موسيقى الصورة. نعم. رقصة الفرس فروسية العربية وجمالية أيضا الفرس. هذا فيه شيء من الأصالة والربط فيها طبعا. يعني أيضا طبعا. يعني كل الإيقاعات عندك وكل الإيحاءات كلها مربوطة إما بالأصالة بالثقافة بالسياسة بالإنسان، هذا الإحساس يعني اللي بيؤكد على رسالة الموسيقى. يعني كل شيء يرتبط بالإنسان وبمحيطه وببيئته مع إبداع حقيقي ممكن يعيش طويلا. نختم برقصة الفرس ونتمنى أن يكون في وقت بعدها نتكلم. شكرا. Thank you.